مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نشرة أخبار اليوتيوبرز. أول شيء لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، ولا تدعمونا على تنزيل الأكثر. من بعد غياب طويل من على السوشيال ميديا وخاصة من على يوتيوب، رجع دايلر قبل أسابيع بأغنية جديدة بعنوان اتركيني اللي حققت نجاح كتير كبير ونالت إعجاب عدد كبير من الجمهور. فحققت الأغنية أكثر من 2 مليون مشاهدة رغم أنها بدون فيديو كليب. فبعد إصدار الأغنية انتظر الجمهور عودة دايلر لليوتيوب بفارغ الصبر، ولكن لم يعد دايلر لحد الآن. ورجع نزل صورة جديدة تجمعه بصديقه اليوتيوبر محمد خالد، وتوقع عدد كبير من الناس انه بيجمعهم تعاون على اغنية جديدة، خاصة انه محمد خالد لمح لهذا الموضوع من قبل بستورياته على انستغرام. تم قبل أيام وللمرة الثانية على التوالي تهكير قناة هيفاء بسيسو على يوتيوب من طرف شخص مجهول، حيث قام بانتحال شخصيتها والتواصل مع مشاهير ومجموعة من الناس عبر بريدها الإلكتروني والتلاعب بمحتوى القناة بتنزيله لمجموعة من الفيديوهات بشكل عشوائي وحجب عدد المشتركين بالقناة. فنزلت هيفاء بوست وستوري على انستغرام لتحدي للناس أن الشخص اللي تواصل معهم مو هي، بل شخص هكر قناتها. وفي أخبار ثانية، من بعد ما أثارت الجدل قبل أسابيع بنشرها لصور بدون حجاب واتخاذ قرار التخلي عنه، أجابت هيفاء بسيسو ولأول مرة عن بعض الانتقادات اللي تلقتها من طرف المتابعين عن طريق فيديو على حسابها على انستغرام، وعلقت: أنا ما زلت مسلمة، أنا ما زلت إنسان، علاقتي بالله كتير قوية. والحركة اللي أنا عملتها ما عملتها عشان نفسي أوصل لشيء والحجاب وقف بطريقي at all. الحركة اللي عملتها لأسباب شخصية، وفي يعني في عندي حياة كبيرة أنتم ما بتشوفوها خلف الكواليس، وأفكار وأشياء كتير مرت فيها. ما تنسوا أنا بلشت من 6 سنين وهلأ عملت هاي الخطوة، مريت بتغيير وهذا إشي واقعي. إحنا يعني لازم نعرف إنه إحنا التغيير إشي بيصير بالحياة. أنا رحت بتغيير حقيقي، أسبابي حكيت فيها مع ربي مع أهلي. أنا بهاي الحركة ما بشجع أي حدا يعمل أي إشي ديني، أنا بعمله. أنا يعني البلاتفورم اللي عندي إياه I dedicated to serving humanity بكل المسجز اللي عندي إياها. أنا ما عم بقول إنه أنا داعية، ولا عمري قلت لحدا يحط الحجاب أو يشيل الحجاب. معروف عن نور الستار مشاركتها لأجزاء بسيطة من حياتها الشخصية مع متابعينها. فبعد ما شاركت جزء طلاقها قبل سنة بفيديو على يوتيوب، أعلنت قبل أيام عن خبر خطوبتها وبدايتها الجديدة مع عصام. فنشرت صور على انستغرام وكتبت: أنا وعصام مخطوبين، ليبارك لها كل متابعينها وعدد كبير من اليوتيوبرز بالكومنتات والرسائل. من بعد ما شاركت صفا صورة لها من داخل مستشفى بدبي اللي أعلنت فيها عن خضوعها لعملية وإعلامهم بالتفاصيل في وقت لاحق، شاركت بعد أيام ستوري طمأنت فيه متابعينها عن صحتها وحالتها بعد العملية، وشكرتهم على الرسائل وكمية الحب اللي تلقتها منهم أثناء العملية. ولكن لم تذكر صفا نوع العملية، وخبرت متابعينها أنها راح ترجع قريبا بعد استراحة لفترة معينة،
وتحكي لهم عن موضوع وسبب العملية. فبعد الاستراحة كشفت صفا ببوست على انستغرام وفيديو على يوتيوب عن نوع العملية وأنها خضعت لعملية تجميل أنف، وشاركت كل المغامرة عبر فيديو على يوتيوب. أعلنت مريم وماورست عن خبر إصابتهم بفيروس كورونا قبل أسابيع على يوتيوب، وكشفوا أن الأعراض لم تكن خطيرة جدا وكانت خفيفة. لترجع مريم عبر ستوري إنستغرام لتطمئن متابعينها عن صحتها وهي وزوجها، وتحدثت عن الأعراض اللي حست فيها وكيف تعاملت مع المرض. هاي جايز، كيف حالكم؟ شاء الله تكونوا بخير. حابة أعطيكم شوية أبديت. أنا الحمد لله اليوم حاسة تمام، صحتي تتحسن يوم بعد يوم، ولسه بعض الأشياء البسيطة لسه عندي، بس الحمد لله. كثير من الأسئلة إجتني عن الأعراض وكيف أنت بتتشافين، شنو الأشياء بتستخدمي إلى آخره. المهم أنا رح أشارك معكم تجربتي، بس طبعا تجربتي مختلفة تماما حتى عن زوجي، يعني الأعراض مختلفة تماما من شخص لآخر، من جسم لآخر. سو بالنسبة للأعراض اللي جتني أنا، أول شيء كان عندي تعب في الجسم، احتقان هنا بالحلق، وكمان كان عندي ضيق في التنفس، يعني مو قادرة اتنفس بشكل طبيعي، وهذا الشيء اللي كان موترني كتير. اما اخر تحديث لمريم عبر انستغرام اعلنت فيها انها خضعت للتحاليل للمرة الثانية والنتيجة كانت ايجابية للمرة الثانية، اما زوجها فتعافى والنتيجة كانت سلبية. من بعد إصدار الحلقة الأولى من المسلسل الجديد اللي شاركت فيه رغدة ولأول مرة بتجربة التمثيل، كشفت رغدة عن طريق بوست على إنستغرام عن دورها وشخصيتها بالمسلسل اللي تحمل اسم نانا فاطمة، حيث أجمع المشاهدين أنها تشبه شخصية رغدة الحقيقية بنسبة كتير كبيرة، وأجمع على أنها نجحت في تجربة التمثيل لأول مرة. أود أن أقول لكم شكراً على الكلام الكثير حلو وصلني مبارح. كثير مبسوطة أنكم أنتم مبسوطين بالانبساط اللي مبسوطين فيه بالمسلسل. شكراً عن جد. كثير جاني كلام لطيف. بشكل مفاجئ جدا أعلن جواني زواجه بمريم البنت اللي ظهرت مؤخرا معه بفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر جواني مجموعة من الصور والفيديوهات من العرس وأعطى موعد لمتابعينه لينزل فيه الفيديو المرتقب ليشرح فيه تفاصيل الزواج وكيف صار. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.